أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم عدسة إثراء، ومن خلال هذه العدسة نقوم بتغطية جميع الفعاليات والأنشطة المقامة داخل دولة الكويت، منها الاجتماعية والثقافية والدينية. فنتمنى لكم مشاهدينا الكرام متابعة طيبة في حلقة اليوم بإذن الله. محامية بشرى الهندان، رئيس المركز الثقافي في جمعية محامي الكويتية. طبعا احنا كجمعية المحامين مشاركين في معرض الكتاب الدولي للكويت. طبعا مشاركتنا هي عبارة عن عرض لمجموعة كتب محامين ومحاميات، وأيضا القانونيين لكافة وزارات الدولة. طبعا احنا فتحنا المجال للجميع، سواء كان محامي أو محامية أو قانوني بشكل عام، على أساس نتيح الفرصة للجميع لعرض إصداراتهم القانونية. وبالفعل المكتبة يعني في جمعية المحامين أيضا عندها مؤلفات كثيرة للمحامين والمحاميات، احنا جمعنا هذه مجموعة منهم ويبناهم وشاركنا فيهم في معرض الكتاب، على اساس يعني هو الاساس من دخولنا في المعرض او مشاركتنا هو نشر الثقافه القانونيه. للامانه بوث او جناح جمعيه المحامين مخصص للجميع، احنا طبعا اول ضيوف قاعدين هنا وياخذون الكتب هذه، يشترون كتب طلبه الجامعه خصوصا كليه الحقوق، يعني ما شاء الله استعدادهم ومبادرتهم لشراء الكتب واقتنائهم للكتب القانونيه شيء يسعدنا للامانه. واول ضيوف لنا هم الطلبه، على طول يجون يدورون جناح جمعيه المحامين لشراء الكتب هذه القانونيه، بالاضافه الى انشاء ما شاء الله قاعد نشوف ان الجمهور والشعب الكويتي مثقف من ناحيه القانونيه. انا تو عندي سيده جايه تقول لي انا ولدي طالب قانون، شنو تنصحيني اخذ؟ فاعطيتها مجله المحامي لانها تحتوي على دراسات قانونيه خاصه بدكاتره محامين، فعطيتها وقلت لها ان هذه البحوث راح تفيده مستقبلا، راح يستفيد منها ولما يقراها ياخذ منها معلومات. فكافه المواطنين الامانه والمقيمين قاعد يحرصون على شراء هذه الكتب واقتنائها. يمكن عدد الكتب زاد وعدد المؤلفين، يعني احنا اول يوم بالافتتاح قاعد تجي لنا اصدارات جديده لزملائنا المحامين والمحاميات، وتعدد الكتب من ناحيه مواد القانون، يعني ما شاء الله صارت عندنا وايد كتب مجموعه وسلسله قانونيه كبيره ويعني متنوعه في انواع القانون، يعني سواء المدني او الاداري او الجنائي او الجرائم الالكترونيه، يعني تشوف حتى الامور الاقتصاديه السياسيه كل شيء موجود. والامانه زياده عدد المؤلفين اكيد، يعني جمعيات النفع العام لها دور واسهام كبير في يعني نشر الثقافه والوعي، ولها دور في الارشاد وتطوير المجتمع، تنميه المجتمع، ولها دور كبير في يعني ارسال بعض الرسائل الخاصه على حسب نشاط هذه الجمعيه. يمكن طلبه المدارس مرحله الابتدائي والمتوسط اكثر تواجد في صاله 6 و5، على اساس احتوائها على القصص وكتب يعني مستواهم التعليمي. لكن احنا الامانه حتى الفتره الصباحيه قاعد يمرون علينا طلبه الثانوية وقاعد يسألون إنه مستقبلا لو تخرجنا شنو رأيكم إذا إحنا تخصصنا في مجال القانون والحقوق، هل تنصحوننا ولا لا؟ فيعني قاعد يمرون علينا الأمانة مرحلة الثانوية تقريبا، وفي موظفين قاعد يمرون علينا الصبح، يمرون جراح جمعية المحامين ويشوفون الكتب والقراءات هذه ويقرون ويطلعون قبل الشراء، يعني الأمانة يعطيك العافية، الله يسلمك، حياك الله، شكرا. طبعا اخواني اعضاء فريق اكسبو 965 من المؤرخين والباحثين واصحاب المتاحف الخاصه وايضا الابداعات والاشغالات اليدويه وايضا اصحاب المهن واصحاب الحرف اليدويه متواجدين بهذا المعرض. هدفنا هو ثقافه الجمهور الكريم بما تحتويه المقتنيات الموجوده المعروضه من الكتب القديمه الاصليه والغير مغلده وايضا المجلات النادره، اضافه الى دفاتر اللولو القديمه اللي هي باوائل القرن الماضي الاصليه، دفاتر الغواصين، هويات البحاره قديما، كل ما يعني يخص
الوثائق القديمة أيضا، المهور اللي تخص الشيخ مبارك الكبير، مهرة تواقيع بعض تواقيع حكام الكويت، لوحات تاريخ لوحات السيارات، المهن والحرف الكويتية القديمة مثل صناع السفن، المجسمات التراثية، إعادة التدوير، يعني دائما ندخل التراث الكويتي بالشغل هذا الموجود كله. طبعا احنا يعني هدفنا هو الحفاظ على التراث الكويتي، وايضا تعليم الشباب اللي يجونا دائما سواء كبار او صغار شنو عندنا يعني من ثقافة جميلة كويتية أصيلة، وأيضا نعلمهم بعض الشباب اللي لنا ورش لايف موجودة تعليم مهنة أو حرفة أو هواية. كثير أشوف الشباب واعي، أنا كثير من الشباب يجون يسألون على العدسانية، يسألون عن العملات، تاريخ العملات الورقية، كثير من المعروضات موجودة أيضا عن تاريخ الكهرب مثلا، المصابيح، شكل المصابيح للكراكيش، هذه الأمور الحرفية الحديثة الموجودة أيضا نشرح فيها للجمهور. نبي نعلم الطلبة من الجنسين أو أيضا المعاقين يجونا ثقافة الحرف اليدوية وتعلمون مهنة أو حرفة، وخاصة عندنا جانب كبير هو التوثيق فيه هو التراث الكويتي الأصيل، وعرض من المجلات والكتب الكويتية الأصلية والغير مقلدة. أيضا ما شاء الله إحنا يعني كان في دفعة أولى أول 5 أيام شاركوا بهذا المعرض، والآن في دفعة ثانية تقريبا يمكن 6 إلى 7 أشخاص جدد شاركوا في الـ5 أيام الأخيرة، حضور كثيف على جناح الفريق في قاعة 7 جناح 11. هذا هدفنا وهذه غايتنا وهذه رؤيتنا، أن يكون عندنا تثقيف الشباب بتعليمهم مهنة أو حرفة أو فن أو نحت أو خط العربي، أيضا حاضر عندنا الخط العربي موجود، دمج ذوي الإعاقة مع الناس الأصحاء بشكل كبير، هذه رؤية الفريق أيضا. فلمن يجونا على طول يعرفوننا المؤسسات القطاع الخاص أو أيضا المدارس الخاصة من ذوي الاحتياجات خاصة يجونا على طول، لأن احنا دائما في معارضنا الرسمية الكبيرة في أكتوبر أو فبراير ندعي جميع المدارس والمؤسسات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والتوحد والأمور هذه، ونعلمهم فري ونسوي لهم برنامج كامل من المسابقات والغطاوي، ونهتم بهذه الشريحة أن يتعلمون الإشغالات اليدوية والعمل اليدوي والورش اللايف، اللي ممكن أن باكر يتعلم ويبيع الشغلات هذه، يكون له منتج يقدر يعني يكون فيه من الكسب إيده يبيع القطعة هذه ويترزق الله فيها. هذه أيضا عندنا جانب آخر من رؤيتنا. طبعا المقتنيات، التنوع، أعضاء الفريق، توحدنا هذا 180 كويتي على قلب واحد من أعضاء الفريق. تأسس فريقنا 7/3/2016، منذ هذا التاريخ الآن فوق 125 معرض إلى 130 معرض مشاركين داخل وخارج دولة الكويت بإذن الله تعالى، يعني الحمد لله. كل هذا بسواعد أعضاء الفريق وجميع القطاعات الموجودة بالفريق وأيضا اللجنة الإدارية والتنظيمية. عندنا كثير من المعارض قادمة، عندنا معرض قادم في فبراير من 13 إلى 15، راح يكون في مدرسة فلسطين الرمثية، وراح يكون تراثي تحت شعار عيد وطن تراث إكسبو 965 الخليجي والبحري، راح يكون مشاركين فيه كثير من اخواننا من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مكثف، وراح يجون وراح يشاركون في اعمالهم سواء حرف او مهن او ايضا مقتنيات. راح يكون في مدرسة فلسطين في منطقة الرميثية 13 إلى 15 فبراير القادم. عندنا طبعا إخواني أعضاء الفريق احنا مهتمين حتى في نماذج البيوت نسوي ورش عليها، بيبان الشبابيك الموجودة حاضرة أيضا عندنا، أدق التفاصيل يعني نحاول أن ننوع فيها في أجنحتنا وخاصة في جناحنا بمعرض الكتاب. الحمد لله أقبال مثل يعني مثل ما أنتم شايفين حضور كثيف على جناحنا ولله الحمد، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وأيضا رؤية وإخواني من اللجان أعضاء اللجان الموجودة في فريق إكسبو 965. والحمد لله ودائما أشكر تلفزيون دولة الكويت على اهتمامهم وحبهم وعشقهم للتراث الكويتي واهتمامهم بفريق إكسبو 965. خلايا نحل قاعد تشتغل وراء الكاميرات، من المصورين، من المعدين، من الإخراج، من الفنيين اللي قاعد يتعبون،
باقة ورد نعطيها لهم كلهم جميعا، لأن يستاهلون منا كل الشكر والتقدير والاحترام على جهود مخلصة من محل لمحل، من بوث لبوث يفترون عشان يطلعون الصورة الجميلة والتغطية الجميلة عشان أنتم تشوفونها. نقول لهم منكم ولهم يعطيهم ألف عافية، ويعطيكم أنتم ألف عافية، وحب الكويت يجمعنا، وشكرا تلفزيون دولة الكويت. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. لكم من أجمل تحية ومع السلامة.